السلام عليكم. اليوم غادي نحضر معكم ميني بيتزا اللي غادي نديرها على ثلاثه الانواع. غادي نديرها بالبابروني بالدجاج، صدر ديال الدجاج وبالقمرون. غادي ناخذ المقادير ديال العجينه. عندي 400 غرام ديال الفورس، درت فيها جوج معلقات من الحليب غبره، معلقه كبيره من السنيده، معلقه كبيره من الخميره الفوريه. عندي هنا نص كاس ديال الزيت اللي كيعادل 50 ملليلتر، وربعه ديال المعالق ديال زيت الزيتون، وبطبيعه الحال الزعتر المغربي، واحد رشاشه ديال البزار والملح حسب الذوق. والحشوه هنا عندي الفلافل ملونه، عندي بصله كبيره، عندي لاصوص اللي سبق لي وحضرتها، عندي البابروني، عندي صدر الدجاج، عندي القمرون. نبداو بالتحضيرات. درت هنا جميع النواشف، غادي نضيف لهم شويه ديال الملح، نضيف واحد الرشاشه ديال البزار، نضيف واحد شويه ديال الزعتر اللي غادي نحكو واحد الكميشه تقريبا، وغادي نضيف نص كاس ديال الزيت، وغادي نعجنها بالماء الدافي. من بعد ما عجنت العجينه ديالي كتجي على هذا الشكل رطبه، ندهنها بواحد شويه ديال الزيت البلديه، وغادي نقطعها ونخليها ترتاح بينما نوجد الحشوه. اول حاجه في الكاسرون غادي ندير شويه ديال الماء، درت فيه شويه ديال الملح، واحد الرشاشه ديال البزار، ندير فيه واحد جوج ورقه ديال راند اولا ورقه سيدنا موسى، وغادي ندير القمرون، غادي نشعل عليه. شلطت البصله ديالي، نضيف لها واحد جوج معلقات حتى لثلاثه من زيت الزيتون، غادي نضيف واحد الرشاشه ديال الملح، غادي نخلي البصله تنزل، عاد نضيف عليها الدجاج، نضيف عليها الفلافل اللي قطعتها قطع صغيره، وغادي نضيف عليها العطريه، غادي ندير شويه ديال البزار، شويه ديال السكنجبير، واحد معلقه ديال الثومه غبره اولا نحك واحد الفص ديال الثوم، غنخليها تنزل واحد شي شويه، وغادي نضيف الدجاج، نضيف الدجاج اللي قطعته حتى هو مربعات صغيره، وغادي نشحل الكل حتى يفات. هاد الاثناء هادي الدجاج ديالي راه طاب، غادي نضيف له شويه ديال المعدنوس، والكامرون راني صفيتو حتى هو تسلق، صفيتو باش يبرد ونقيه. ما كملت جميع الحشوات ديالي، خليتهم يبردو وارتاحت ليا العجينه. دابا غادي نشكلها، غادي بواسطه ديال الفورس غادي نحاول نسرحها، وغادي نقطعها على اشكال. انا غادي ندير شويه كبيره وصغيره، هذا هو الحجم اللي انا باغا، مرقيق مغليض، باش ما تجيناش البيتزا ديالنا عوجه خصنا على الاقل يدوز الهواء من تحت منها. وغادي نبدا نشكل فيها على هذا الشكل، نحطهم في اللاطه، وغادي ندخلهم واحد شي شويه يتهضوا، من بعد ما كملت تشكيل البيتزا ديالي غادي نتكهم بحال هكا بالشوكه وندخلهم الفرن غير يتهضوا، غير يبانوا ليا تهضوا ونخرجهم. من بعد ما بردت لنا العجينه ديالنا غادي نبداو نشكلو فيها، غادي نديرو لاصوص طوماط، غنديرو الجبن ديالنا موتزاريلا، الخطوات هذيك
كنديرها فيهم ثلاثة لحقاش بحال بحال. من بعد هذه الكبيرة هذه عمرتها بعمارة ديال الدجاج والفلفلة، وزوقتها بشوية ديال شرائح ديال الفلفلة على هذا الشكل. هذه هنا درتها بشامبينيون، شامبينيون اللي قطعتو انا عندي هذا طري، قطعتو شرائح بحال هكا ودوزتو في شويه ديال زيت الزيتون مع شويه ديال الملح شويه ديال البزار، كتفيت بيه غير بحال هكا. وهذا هنا الوسط درت بالشرائح البابروني ودرت له شويه ديال الفلفله صفراء، ودابا غادي ندير عليهم كلهم الفرماج من الفوق، وغادي ندخلهم للفران غير يدوب عليهم الفرماج ونخرجهم. النهائي ديال الميني بيتزا المشكله هذه ديال الدجاج الكامرون البابروني جات على هذا الشكل. اللي باقي ما نظمش العالم كزلان يضغط على الزر الاحمر الموجود تحت الفيديو ويفعل الجرس اللي حداه باش يوصلوا اي جديد ديالي.